السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب دايما بخير. فيديو جديد ان شاء الله هينضاف لقائمة المشتريات. الاوردر عملته من يومين بالظبط من الجميلة ناهد حمدي عظيمة ستور. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف وكمان هتلاقوه في اول تعليق. انا طلبت منها خيوط قطن ايطالي وكمان مكرمية قطن. هي كانت بعتت لي من حوالي اسبوعين، يعني من قريب بعتت لي هدية لطيفة جدا عبارة عن خيوط قطن ايطالي علشان اجربها. فعلا اشتغلت بالخيط. هنشوف طبعا الحاجات اللي انا اشتغلتها. في حاجات، في فيديوهات انا عملت لها شير، وفي فيديوهات لسه انا شغاله فيها، وفي مشاريع لسه في دماغي، يعني ما خلصتش طبعا الكميه اللي هي كانت بعتها لي. اول حاجه اشتغلتها من الخيط ده كانت البلوزه دي او التوب ده. بصوا فاكرينه، انا حطيت لكم صورته وناهد متصوره بيه، اللي هو كان لونه اخضر في الصوره. انا اشتغلته باللون المستردة ده. بصوا الخيط حلو جدا جدا في الشغل، ناعم. حسب المشروع اللي انت شغلاه بتحددي طبعا مقاس الإبرة. انا كنت شغلاه هنا بإبرة مقاس 5. بصوا شكل الغرز جميل جدا. الفيديو بتاعه شرحته بالتفصيل خطوة خطوة، واشتغلت كمان الشابو ده او البورنيتا دي عشان الصيف. دي اشتغلتها على فتلتين بغرزة الجراني. بصوا لذيذة جدا وحلوة جدا في اللبس. واشتغلت كمان باللون ده على برضو فتلتين، لكن دخلت اللونين مع بعض، اللون العسلي او المستردة ده مع اللون الكافيه. حلو جدا جدا مع بعض. ممكن طبعا تدخلوا الوان، وممكن تشتغلوا كل سطرين لون وتعملوا كده الوان الصيف الجميلة، هيكون شكلها حلو قوي. بصوا شكل الغرزة. وعملت مع البورنيتا دي الشنطة دي، بس لسه ما خلصتهاش طبعا، اهي بنفس الغرزة اللي هي غرزة الجراني. القاعدة بتاعتها انا شغلها برضو على فتلتين. بصوا القاعدة انا مدعماها ببوري خفيف قوي، يعني كأنه ورق بالظبط، يعني اقل سمك من البوري. بصوا تدعيم بسيط قوي قوي عشان القاعدة تكون متماسكة. واشتغلت برضو الشنطة على فتلتين. بصوا ده جزء الخيط اللي باقي معايا. طبعا معرفش هيكمل السطر اللي باقي والسير ولا لا، عشان كده طلبت من اللون ده عشان اكمل، طلبت شلة منه. بصوا تمام. وهما كانوا 6 شلات، اللي هو اللون المستردة ده كان 6 شلات. كفى الشنطة مع شلة من الكافيه، وكمان معاهم البلوزة دي. بصوا دول الـ6 شلات، وده اللي باقي منهم. حاجة بسيطة جدا. واشتغلت الوحدة دي. انا بوريكم الشغل اللي اشتغلته بالخيوط اللي جات لي قبل كده. طبعا انا ما طلبتش من الخيط تاني غير لما جربته. لقيته ممتاز، ارتحت في شغله جدا. لقيته كمان يا بنات بديل حلو جدا جدا للخيوط اللي اسعارها مرتفعة. كمان ده قطن 100%. حلو جدا في شغل المفارش، في شغل الوحدات. بصوا اشتغلت ده وشبكته. بصوا الوحدة دي، الوحدة دي حلوة قوي. دي كل الوانها من خيوط القطن الايطالي. شكلها من قريب، بصوا شكل الخيط من قريب. اشتغلت منها عدد حلو، يعني هنعمل بيه مشروع مع بعض. اشتغلت العدد ده واشتغلت الجزء ده وشبكته، وشرحت لكم طريقة التشبيك في فيديو بالتفصيل. تمام. دي الوحدات اللي انا اشتغلتها من الخيط. اشتغلت حاجات كده جربته ولقيته خيط ممتاز بجد، يعني هيغنيني ان انا اشتري من الخيوط التانية. هنفتحه بقى مع بعض. طبعا التغليف باين، انا حاسه ان انا هتعب طبعا في فتح الاوردر زي كل مره. شكرا يا ناهد على التغليف الجميل ده.
تعبت جدا، بتعب جدا في فتح الاوردرات اللي ناهد بتبعتها لي. بصوا هنفتح بقى اول حاجه. بصوا الجمال. انا اول ما بفتح الاوردر كده، اي اوردر جاي لي بصراحه بفرح جدا جدا لما بتجي لي خيوط جديده، حتى لو كان عندي زيها بكون سعيده، يعني مش قادره اقول بكون طايره. فهنفتح مع بعض. طبعا واضح قدامكم، بعد دي بس كده. بصوا الجمال، بصوا الجمال. انا مش هتكلم طبعا، الخيوط هتتكلم بالنيابه عني. حاساها طالعه غامقه شويه في الفيديو، لكن هي على الحقيقه. افتح من كده شويه. اول حاجه اللون ده، عشان بستعمله كتير جدا جدا. هي كانت بعتلي منه قبل كده، بس انا بستعمله كتير قوي. بصوا اللون جميل قوي. بصوا بنات، بصوا شكل الخيط من قريب. تمام، لون اتنين واللون الاوف وايت. بصوا حلو قوي. تمام، دول خمس شلات اوف وايت وشلتين بامبي. دول هنشتغل بيهم ان شاء الله بلوزه مع بعض. انا جايباهم علشان كده، اللون الاوف وايت هدخله مع الوان كتير، وهنشتغل البلوزه اللي هتظهر قدامكم دي اللي هي اتصورت بيها قبل كده. تاني حاجة الخيوط الجميلة الجنجا دي، هي نهت حطاها في الاوردر، انا ما طلبتهاش. هتبصوا على الصورة اللي قبل كده هتلاقوا ان انا مش معلمة على اي خيوط جنجا خالص، هي بعتتها عشان اجربها. بعد ما انا طلبت الاوردر، دي من المواقف اللي حصلت في الاوردر ده. بعد ما طلبت الاوردر هي قالت لي بالليل خلاص انا شحنت، يعني هي شحنت في نفس الوقت اللي انا علمت لها على الحاجة، زبطت الاوردر بسرعة، اسرع، يعني هي بتقولي اسرع اوردر جه، فهي زبطته بسرعة وبعتته على الشحن على طول. فانا بالليل هي قالت لي خلاص انا شحنت، فبفتح الجروب عندها لقيت بلوزة قمر كده من نفس الخيط ده ونفس اللون ده على الجروب عندها. فنانة جميلة كده اشتغلت البلوزة، عجبتني جدا جدا باللون ده. فانا كلمت نفسي كده، وانا ليه ما طلبتش يعني خيوط جانجا عشان اجربها. بس خلاص الاوردر اتشحن، في اوردر تاني بعد كده ان شاء الله هبقى اطلب. ففوجئت ان هي حطالي الخيط، بجد يعني فرحتيني قوي قوي قوي، وقريتي افكاري، يعني انتي داخله جوه دماغي. بصوا الخيط حلو قوي قوي، الوانه جميله، صيفي مبهجه جدا. بصوا جميل، اسلم ذوقك يا حبيبتي. ان شاء الله هنشتغل بيهم بلوزه مع بعض. هنكمل القطن الايطالي الاول وبعدين هندخل على المكرميه القطن. بصوا الشلات دي، لسه هسال على الخيط العسلي، اهي الشله اللي انا طلبتها علشان اكمل الشنطه اللي مع الشابو. هي ان شاء الله الخيط اللي موجود الجزء البسيط ده هيكمل السير، بس انا يعني بحب اكون في الامان ويكون معايا خيوط بزياده علشان ما اتفاجئش ان الخيط خلص مني. ماشي، دي شله اللون ده حلو قوي. انا لما الالوان شفتها لقيت في درجات مش موجودة عندي، فطلبت علشان انتوا عارفين بقى شغل الوحدات وكده بيحب الالوان الكتير. هو اللون ده غير ما هو طالع في الكاميرا خالص، هو على الحقيقة اخضر شوية، مخضر شوية، عارفين الجنزاري المخضر ده يعني كده، هو طالع وفي لمعة كده خفيفة، هو طالع مختلف شوية، يعني ده اكتر لون طالع مختلف في الكاميرا. تمام، و انا عايزه اوريكم كل الالوان. بصوا اللون الاخضر ده، اخضر مدي على ليموني، هو زي ما هو طالع في الكاميرا كده بالظبط. الاخضر اللي قبل كده كان اخضر قوي، يعني كان اخضر. بصوا هو فرق بسيط جدا في الدرجات، ممكن ما يبانش في الكاميرا لكن انا عيني شايفاه على الحقيقه. بصوا الاخضر هنا والاخضر هنا، ده مدي على ليموني اكتر. تمام، وهما شلتين من كل لون. تمام، نشيل كده ونرجع بقى نشوف القطن المكرميه. بصوا مهما لفيت ورحت وجيت ما اقدرش ان انا
استغنى عن المكرمية القطن، شنط برضو زي الخيوط القطن الايطالي. يعني انا اشتغلت الشابو والشنطة على فتلتين، اداني نتيجة ممتازة. برضو المكرمية القطن ينفع ان انت تشتغلي بيها الشابوهات، وده عملناه قبل كده في اكتر من فيديو. وكمان بشتغل بيه مفارش، انا بحبه جدا 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 في المفارش. المفرش بيكون محمل كده. الناس اللي تقولك لا المكرمية القطن ما ينفعش في المفارش، لا ينفع، ينفع وجميل. واشتغلته اكتر من مرة غسيل لون ثابت، المفرش محمل، المفارش الدائرية والكوسترات ممتاز ممتاز عن تجربة، خصوصا في المفارش الدائرية اللي هي الصغيرة، والكوسترات بتاعت الاطباق وبتاعت الكوبايات والمجات تحفة تحفة بجد، من اجمل الخيوط اللي انا اشتغلت بيها. بصوا بقى الالوان اللي انا طلباها، انا طلبت دول علشان شغل المفارش. بص اللون زي ما هو ظاهر كده في الكاميرا بالظبط، هي نفس الدرجة بالظبط. بصوا جميل ازاي، حلو قوي اللون ده، من الالوان اللي انا بحبها جدا. ودول ستة اهم، دول ستة شلات عشان يكفونا فترة كده في الشغل، مفضلش كل شوية نعمل اوردر ونزهق نهر. بصوا بقى اللون، دي شلة السبعة معاهم، بس تقريبا الكيسة ما كفتش، فهو من نفس اللون اهم. بصوا دول كده سبعة تمام. وكمان اللون الكافيه ده كافيه فاتح. بصوا برضو زي ما هو ظاهر، هي الكاميرا جايبة كل الالوان تقريبا ما عدا حاجات بسيطة جدا، لكن هو بنفس الدرجة بالظبط. بصوا الفرق بينه وبين اللون التاني، دول الدرجتين، انا بحب درجات الالوان دي عموما. ودول برضو ست شلات، هم هنخليهم هنا بقى، المكان بقى واسع. بصوا دول ستة تمام. وبعد كده بقى طلبت من كل شلة من الالوان دي، بس انا كنت طالبة اربعة من دول. شكرا يعني حبيبتي، والله العظيم حبيبتي، كنت طالبة اربعة، وصلني ستة. وطلبت من اللون الاخضر ده، بصوا بعيد عن الاسترتش بقى عشان الاسترتش مديله لمعة كده، فاحنا هنشوفه بعيد عن الاسترتش. هو لمعته اللي هي لمعة القطن، يعني بصوا شكله من قريب، شايفين حلو قوي، الدرجة تحفة بجد. هي حطت لي كل الدرجات، لان الاخضر مثلا فيه منه اكتر من درجة، الازرق فيه منه اكتر، فهي حطت لي الالوان الفاتحة، هي عارفة ان انا بحب الالوان الفاتحة، بتكون في الشغل جميلة كده. بصوا بقى اللبني ده برضو انا هوري لكم بعيد عن الاسترتش، لان بيكون شكل الخيط وهو مش ملفوف حلو قوي، شكل الفتله نفسها حلو. بصوا اللون عامل ازاي تمام. والدرجه دي درجه تانية، هم درجتين لبني، بس دي ازرق مديه على ازرق شويه، ودي لبني فاتح اهي، هي كده بالظبط تمام. بصوا الازرق ده حلو قوي تمام. ودول الاربع الوان، انا كنت طالبه درجتين ازرق بس، هي تقريبا ممكن تكون احتارت انا عايزه الغامق ولا الفاتح، فراحت حاطه الاثنين، بس انا كنت طالبه الدرجه الفاتحه دي. دول برضو زياده. بصوا بقى الدرجه دي التحفه دي بقى اللي فاجئتني بجد، يعني انا كنت شايفاها في الصوره بامبي عادي، البامبي العادي بتاعنا البودره ده. بصوا على الحقيقه دي الشلة التانية، بصوا هفتحهولكم بقى، لان دي اكتر درجة فاجئتني ان هي احلى من الصور بكتير. هو بامبي مدي على كشمير، بصوا هي درجة حلوة. وكمان الاصفر الكناري، الدرجة دي تحفة برضه. انا عندي من خيوط البيور اللي هي كانت نص كيلو، عندي الاصفر الصريح، فانا ايه عايزه الاصفر الفاتح ده علشان برضو شغل الوحدات، شغل الشنط الصيفي، لما الالوان الفاتحه او درجات الالوان بتكون كلها واحده، بتكون كلها فاتحه، بيكون شكلها احلى بكتير من ان انت تحطي درجه فاتحه ومعاها درجه وسط ومعاها درجه غامقه شويه. لا، خلي كل درجات الوانك في الشغل عموما، شنط او مفارش او كده، تكون ماشيه كلها على نغمه واحده كده، على سطر واحد زي ما بيقولوا.
بصوا انا مش عايزه اقطع الاسترتش، لان الاسترتش ده فعلا بيحافظ على الخيط من التراب لو انت ركنتيه فتره. بصوا الفتله حلوه قوي، انا مش عايزه انقشها. بصوا تحفه بجد. نهد كل مره بتبهرني، مع ان انا شفت الخيوط دي ومسكتها ورحت عند عظيمه هناك، يعني رحت هناك في نفس المكان ومسكت الخيوط، شفت كل الالوان دي وهي محطوطه في المحل، بس برضو كل مره بنبهر والله، بتحصل لي حاله انبهار كده بالحاجه اللي هي بعتها. دي الخيوط، هي دي المكرميه القطن. بصوا انا عايزه اوريكم الكميه، تحفه فيها خيوط كتير انا طلبتها، وفي خيوط هي بعتها لي. بصوا احنا هنرصها كده عشان شكلها يظهر. دي المكرميه القطن مع دي مع السته دول كمان، تمام خلاص. وخيوط القطن الايطالي الجانجا ده اللي كان مفاجاه بالنسبه لي، وكمان الالوان القمر الفاتحه دي. طبعا هي اصلا بصوا منسقه مع نفسها كده لوحدها من غير ما انا اظبط اي حاجه. والخيوط الثانيه ده الاوردر الجديد، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم زي ما عجبني ودخل الفرحه على قلبي. لما بفتح اي حاجه جديده بتغير المود جدا. حاولوا كل ما تكونوا زهقانين، طبعا يعني مش هقول لكم اشتروا او جيبوا اوردرات، حتى لو كانت شله واحده لما بنزل اشتريها بكون في منتهى السعاده. يعني لو نزلت ورجعت وانا معايا شله زي دي بكون مبسوطه جدا ان انا جبت حاجه جديده، بتغير لي مودي، بحس ان انا هعمل بيها حاجه جديده. بصوا الموضوع مختلف تماما بجد. بشكر ناهد جدا جدا على الاوردر الجميل ده، على طريقه التغليف وعلى رصه الخيوط اللي هي كانت رصاها لي. هحاول ان انا ارصه زي ما هي كانت رصاه في الكرتونه لحد ما نسحب منه ونبدا نشتغل مشاريع كتير جدا مع بعض. استنى رايكم في التعليقات طبعا، وايه اكتر الوان وايه اكتر خيط عجبكم. اسيبكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.